أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر أين المفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا البلاء الذي نحن فيه. اللهم اكشف هذه الكربة عن أهل مصر وعن المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا العذاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا عجائب قدرتك في كل من يريد الشر بمصر وبهذا البلد على وجه الخصوص، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، اللهم آمين رب العالمين. وبعد، إخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء السابق في الحديث حول قول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل إنسان يعلم تمام العلم ما يفعله، وكل إنسان يعلم أنه ليس له عذر عند الله تبارك وتعالى في معصية الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلا يستحق منا ربنا تبارك وتعالى ونحن عبيده وهو سيدنا وإلهنا، لا يستحق منا إلا الطاعة، ولا يستحق منا إلا الامتثال لأمره بقولنا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد ذلك انتقل السياق إلى موضوع يخالف
ما قبل هذه الآيات وما بعدها. فالله تبارك وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريك لسانه بالقرآن في حال ما ينزل عليه جبريل ليعلمه هذا القرآن، فيقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الآيات هذه، شوف احنا بادئين الآيات: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى آخره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نيجي بعد الآيات دي: كلا بل تحبون العاجلة، يعني الدنيا، وتذرون الآخرة، يعني الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مشهد من مشاهد يوم القيامة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فتجيء هذه الآيات تفصل بين مجموعة آيات تتكلم عن الآخرة، ومجموعة آيات أيضا تتكلم عن الآخرة. فما السر؟ ما المناسبة؟ علماؤنا أوجدوا مناسبة لذكر هذه الآيات في وسط هذه الآيات كلها. يريد ربنا تبارك وتعالى أن يبين أن الذي يخبركم عن غيب القيامة وعن غيبيات يوم القيامة إنما هو الله، ولا دخل لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. وحتى القرآن الذي نزل به جبريل هو من عند الله، ولا يملك محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ منه شيء، أن يحفظ منه شيئا إلا بإذن الله، حتى تطمئن قلوبكم أن المنهج الذي بين أيديكم ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند رب محمد، حتى تسلموا وجوهكم لله تبارك وتعالى وتعملوا بما في هذا القرآن. فإذا أمركم إنما يأمركم بخير، فينبغي أن تلتزموا الخير الذي أمركم به وأن تعملوه، وإذا نهاكم فإنما ينهاكم عن شر، فينبغي أن تجتنبوا الشر الذي نهاكم عنه. وهنا وقفة مع أحوال جبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. جبريل من الملائكة، وهو الناموس، وهو سفير الله تبارك وتعالى إلى الرسل، ولا يستطيع جبريل أن يفعل أي شيء إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فمثلا تعرف الإنسان ما بيحب واحد بيقول له: ما بتقلناش كتير ليه؟ ما بنشوفكش كتير ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا كثيرا؟ قلناش ليه كتير؟ فجبريل ما عرفش يجاوب، لأنه لا يملك أن يجيب إلا بأمر الله. فنزل قول الله تبارك وتعالى ليحكي الجواب عن جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. إحنا من نجف في أمر أنفسنا شيء، لا نقدر نتقدم خطوة، ولا نقول لواحد إزيك، ولا نقول لواحد سلم على فلان ولا سلم على فلانة، إلا لما يقولنا ربنا. ولذلك لما يقول في الحديث الصحيح: أقرئ خديجة السلام، ده جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، لا نصب فيه ولا وصب. ما يعرفش جبريل يقول الكلام ده من عنده. إذن فالبشارة دي مكلف بها مين؟ جبريل. من قبل من؟ من قبل رب العالمين جل وعلا. يبقى جزئية ليه ما تقلناش دي، دي نقولها مع بعضنا، إنما مع الملائكة كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما لهمش حاجة في أنفسهم، انزل ينزل، اطلع يطلع،
تصيح هنا صيحة عشان ندمر الكفرة دول الظلمة، يصيح صيحة شلنا القرية دي وطلعها لحد السماء ونزلها على اكفيها على وشها، يفعل. فجعلنا عاليها سافلها أمطر عليهم حجارة، يمطر حجارة. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى، كان ما بينزل جبريل بالقرآن الذي أمره ربنا تبارك وتعالى أن يتنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ، ويقرأ معه النبي عليه الصلاة والسلام. زي إيه؟ يعني نقرب التشبيه شوية. الواد ابنك وانت بتحفظه وهو صغير، تلقى الأول تقول له مثلا إيه، قل هو الله أحد الله الصمد، يبدأ يحرك شفايفه. المرة الثانية ممكن أما تقول قل هو يقول لك الله أحد، يجيب كلمتين معاك. المرة الثالثة ممكن يبدأها معاك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. من كثر التكرار ما تقول له ها قول كده، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخليه يكررها 3-4 مرات مع نفسه وحفظها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يتفلت منه شيء من القرآن، فلفرط حبه في كلام ربه ولخوفه من أن ينسى شيئا فكان يردد مع جبريل. فربنا قال له لا لا لا، الموضوع ده مالكش فيه حاجة، انت تسمع بس، لا تحرك به لسانك لتعجل به. تعجلش جبريل انت وتقول معاه، انت اسمع بس انصت، وجبريل مش هنخليه يمشي الا لما يطمئنك حفظت الايتين اللي نازلين عليك او الخمسة او الستة او الصورة الكاملة التي انزلناها عليك فتحفظها قبل ان يمضي جبريل. ولذلك في سورة طه يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ما تقعدش تكرر وترتل مع جبريل من قبل ان ينتهي الوحي. سيب الوحي يقول لك وانت اسمع، واحنا نأمر جبريل ان خلاص حفظ، هيعرف انك حفظت يمشي. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل ربي زدني علما. بس انت قول الحته دي، يا رب زدني علما. وهنا في عندنا في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. المكلف ليس مكلف، نحن الذين سنجمعه في صدرك، علينا نحن، هذا الأمر علينا نحن، فأنت رسولنا وهذا كلامنا وهذا جبريل الواسطة بيننا وبينك، فلن يمشي جبريل حتى نطمئن أننا جمعنا هذا القرآن وما نزل منه في صدرك. إذن جمع القرآن في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم من عند من؟ من عند الله. إن علينا جمعه وقرآنه، حتى الطريقة اللي هتقرأ بها والأحرف اللي هتقرأ بها دي أيضا نحن الذين نفرضها عليك، ونحن الذين نهيئها لك ونيسرها لك. حتى القراءات، يعني مثلا في والضحى، في عند ورش والضحى، في طه خد بالك، في مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. كل الكلام ده دي مش وظيفتك، أنت تسمع بس وتحفظ وتقرأ للصحابة بما حفظت، ويحفظ الصحابة، ثم يقرأ الصحابة على التابعين فيحفظ التابعون، ثم التابعون على تابع التابعين إلى أن وصلنا بهذه الطريقة التي تستمعون إليها. بعض المخبولين
الذين يظنون أنهم يحبون محمدا حبا عظيما وعاوزين يمدحوه، فقالوا ايه؟ قالوا كان جبريل لما يجي يقرأ للنبي يلقاه حافظ، فجبريل الفضول خده وهو بيتلقى القرآن، كان في ستارة بيتلقى من وراها القرآن، فكشف الستارة فوجد محمدا في السماء، قال له أأنت أنت؟ قال أنا هو. يعني إذا القرآن من مين لمين؟ من محمد لمحمد. ركز معايا، هذه مقولة عند غلاة الصوفية بسموها الحقيقة المحمدية، خد بالك عندهم. طيب يا عاقل اللي بتقول الكلام ده، معنى ذلك أن الذي ينزل القرآن على محمد هو محمد، ومعنى ذلك أن القرآن ليس من عند من؟ ليس من عند الله، يبقى اتهدم الدين كله ما دام القرآن مش من عند الله، يبقى المنهج كله اتهدم. ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، نذبحه نقتله. شوف هو حبيبنا ازاي، هو سيد ولد آدم، لكن لو افترى علينا كلمة واحدة وقال دي من عند الله وما كانتش من عند الله نقتله. فما منكم من أحد عنه حاجزين، محدش ساعتها يقدر يمنعنا من قتله. هذا كلام رب العالمين جل وعلا. إذا الذين أسرفوا بجهل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أوصلوه إلى درجة إيه؟ الإله. يبقى صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني هتتبعوا المنهج بتاع الذين من قبلكم اليهود والنصارى شبر بشبر وذراع بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب، والضب من حيوانات الصحراوية الحفرة بتاعته ما عملهاش مستقيمة، لا يعملها متلولوة متعرجة منحنيات، حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. ده معناه انكم حتى لو تعبوكم في المنهج بتاعهم برضه هتمشوا وراه. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن؟ طب تعال نشوف الأمة دي وقعت في اللي وقع فيه أهل الكتابين. نعم، عزير كان نبيا صالحا فأرادت اليهود أن ترفع من قدره فقالوا عزير ابن الله، المسيح عبد صالح رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، جاء من غير أب، فاحتار النصارى في أمره، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة. والأمة بقى بالغت في مدح نبيها إلى أن أوصلوا أنه هو اللي بينزل على نفسه إيه؟ الكتاب. وقال لك إن محمد بقى برضو من المبالغة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق مرتين، مرة في صلب آدم خلقه ربنا من نور، ومرة الخلقة العادية من ذكر وأنثى من عبد الله وآمنة من نطفة وماء امرأة. وروح حاطط لك ايه حديث موضوع، أتدري أول ما خلق الله يا جابر؟ قال الله ورسوله، قلت الله ورسوله أعلم، قال أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
وهو كائن إلى يوم القيامة. ومن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا وأن يعلم أمته وأن يعلم أحبابه بأن لا يبالغوا في المدح، حتى كان يقول: إذا رأيتم مدحين فاحثوا التراب في وجوههم. وقال لرجل مدح رجلا وغال في مدحه، قال: قصمت ظهر صاحبك. ويعلمنا أن احنا لو استحسننا من إنسان شيء وشفنا فيه صلاح نقول: والله ما شاء الله فلان متواضع وتقي وفي لله، نحسبه كذلك والله حسيب، ولا نزكي على الله أحدا. ولذلك يقول ربنا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى جل وعلا. ويقول عن نفسه: لا تطروني. الإطراء المبالغة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية المغالاة في الدين قد تأخذك إلى درجة أحيانا تكون كفرية، زي الجماعة برضو. يعني خلي بالك بقى، احنا يعني بهذا النص الذي جمع القرآن في قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو الله، حتى ما يقرأ والطريقة التي يقرأ بها القرآن من عند الله. يعني ما العلماء اللي هم بعد كده عملوا لك مثلا ايه، حروف الإدغام، حروف الإخفاء، حروف الإظهار، دي جابوها جمعوها من الطرق اللي سمعوها. يعني كان الصحابة يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تعلم أن النبي ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ده أنت أمي ما بتقرأش ولا تكتب، وبيقولوا من عندك أنت اللي قايله، أو أساطير الأولين، أو حداد رومي كان بيعلمك، أمال لو كنت بتقرأ وتكتب؟ قال لك بقى: أخذوا من كذا، وأخذوا من العالم الفلاني، وأخذوا كذا إلى آخره. إذن كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فيقرأ صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي سمعها من جبريل، والذي علم جبريل الطريقة هو الله. يبقى شوف السند، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، أن هذا كلامه جل وعلا. فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي حفظها به، ما يعرفش يقول للصحابة: تعالى، دي نون سكنة وراها واو تبقى إدغام بغنة، ما يعرفش الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي لو قلت له طلع لي من القرآن مثلا حرف الكاف، ما يعرفوش، لأن الراجل الأمي يسمع ويحفظ، ولكن إذا قلت له الحرف ده هو يقول لك مثلا: محمد أكل، اكتب له كلمة أكل، قل له اقرأ دي، ما عرفش. الراجل البنبوطي والراجل المرشد السياحي في الصعيد ما بيقراش ولا يكتب، بصمجي ومع الختم دايما في الجزلان حطه في السديري، ما عرفش يقرأ ولا يكتب. تلقى بيتكلم انجليزي لبلب، فرنساوي، جريجي يعني يوناني، ممكن طليانو، اسباني. طب اكتب له كلمة انجليزي، اكتب له جود مورنينج وقول له اقراه، ما يعرفش يقراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل عليه السلام، وقرأه على الصحابة بالطريقة التي تلقاها. جمع علماءنا بعد كده قال لك: الله، احنا شفنا كلمة من ولي أخذها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم من ولي، والتابعون أخذوها كده، طب إيه السر؟ قال لك: لما تيجي نون سكنة وراها واو يبقى إيه؟ لها حكم، هنسميه إيه؟ قال لك: نسميه إدغام.
فهمت ازاي مع العمليه جت ازاي؟ الاحكام بقى والقواعد دي جت بعدين، والقراءه نفسها قال لك الله ده قرا النبي مره القران كذا وقراه بطريقه كذا. طب دي مين؟ دي قراءه ورش، دي قراءه حمزه، دي قراءه الكسائي، دي قراءه عاصم الى اخره. فالقواعد جاءت بعدين زي النحو. النحو العرب ما كانوش يعرفوا يعني ايه فاعل مرفوع بالضمه وايه علامه الضمه وايه الكسره وايه التنوين، فتحتين او ضمتين او كسرتين، كانوش يعرفوا كده. العرب العربي يتكلم اللغه كما سمعها من ابيه وسمعها ابوه من جده، واتنقلت اللغه كده. فلما جاء ابو الاسود الدؤلي قال لك الله اللغه هتضيع مننا من اخلطنا بالعجم، فنعمل ضوابط، نخلي مثلا الفتحه لها علامه معينه عشان نعرف الحرف ده مفتوح، ونخلي الكسره يبقى لها علامه معينه، ونخلي الضمه لها علامه معينه عشان نحفظ اللغه، وده من حفظ الله للغه القران. وانتشر بعد كده علم النحو والصرف كذلك. يبقى إذن القضية قضية تلقي، ولذلك نقول لا يجوز لأحد أن يحفظ كتاب الله أو أن يقرأ كتاب الله بدون معلم. لازم تتلقى، تحفظ يبقى تسمع مشافهة من شيخ متقن، لأنك هتحفظها غلط تفضل معك غلط على طول. يبقى لابد من التلقي. يبقى وضع القرآن بالطريقة التي وصلتنا وبحفظه عند النبي صلى الله عليه وسلم دي من عند الله تبارك وتعالى، لا تزيد ولا تقل. يبقى لما جينا بقى شوية مخبولين زي بتوع الشيعة ويقول لك لا ده القرآن ده مش هو كل اللي أنزل على محمد، لماذا؟ يقول لك لأن في آيات أخفاها الصحابة بتدل على إمامة علي فأخفوها. نقول له ده أنت بتطعن كده وتقدح في كلام الله، مش هقول له بقى بتقدح في الصحابة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل ربنا كما تكفل ربنا تبارك وتعالى بإنزال الكتاب وبوضعه في صدر محمد صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى، وبطريقة القراءة إن علينا جمعه وقرآنه، تكفل أيضا بحفظ القرآن. يبقى لما تيجي تدعي إن الصحابة شالوا شيء من القرآن يبقى أنت كده بتقدح في كلام الله في أنه حفظ القرآن، يبقى تفلت، يبقى لم يفي ربنا بوعده، وحاشا لله أن يفعل ذلك. عرفت بقى خطورة كلام الشيعة؟ يبقى الخلاف بيننا وبين الشيعة مش في حكاية نكاح متعة ولا غير ولا غير، ولا علي يبقى هو الإمام ولا مش الإمام، هو أولى من أبي بكر وسب عمر وأبو بكر، ده مش دي بس، ده الخلاف كبير، خلاف في أصل القرآن. انت بتقول ده هو ده القرآن، هو بيقول لك لا مش القرآن، ده المصحف الأصلي كان عند فاطمة وهو الآن عند المهدي المنتظر محمد بن العسكري، خد بالك من أئمتهم، وهو الآن في سرداب سمراء، لما يطلع في آخر الزمان هيجيب لنا المصحف الأصلي. يبقى انت كده بقيت تعمل بتقدح في كلام الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أنه يقدح أيضا في كلام الله لما بيسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عثمان، بيقدح فيهم، لأن الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عشان تعرف عدوك وتعرف حقيقته. يبقى القضية عندنا يا أخوانا في تصديق الله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه إن تسمع بس فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، حتى بيان القرآن نحن نتكفل به، إما نعطيك شيئا منه في بعض آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تخفى على أصحابه
مثل ذلك مثلا لما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم؟ إزاي نتعصم؟ إزاي؟ فأفهمهم بأن الظلم في الآية ليس هو الظلم الذي تقصدون، وإنما هو الشرك، كما قال العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى تتفك لغز الآية بهذا. لما نمسك الآية دي اللي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا القضية في بعض آيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرها، أو آيات تفسر آيات. زي مثلا أنت بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب إيه الصراط المستقيم ده؟ صراط الذين أنعمت عليهم. طب من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يجيبها لنا بقى في سورة إيه؟ دي في الفتحة، يجيبها لنا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى احنا بنطلب صراط من أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهكذا. يبقى حتى بيان القرآن من عند الله تبارك وتعالى. يبقى ثم إن علينا بيانه. وتعود الآيات مرة أخرى بعد هذا القطع في وسط الآيات المتعلقة بيوم القيامة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة. المسألة بقى عاوز يبين لهم: انتوا عارفين ليه الناس ما بتؤمنش بالبعث وعاوزة تنسى البعث وعاوزة تنسى ان في حساب؟ لانه بيحب الدنيا ويحب شهوات الدنيا، فعاوز يعمل كل ما تشتهيه نفسه وينسي نفسه ان في حساب. فيقول لك يجي بقى ايه، عاوز هو يعمل ما تشتهيه نفسه وما تفكرهوش بايه؟ بالآخرة، بالموت، بالبعث، بالحساب. فربنا بيقول له: المشكلة عندكم ايه يا بشر؟ كلا. العرب تعتبرها فليرتدع وليرجع عن قوله: إن الأمر ليس كما يظن هذا الجاحد للآخرة. فليرتدع عن قوله أنه ليس هناك بعث وليس هناك حساب. كلا بل تحب القضية، إنكم تحبون العاجلة، العاجلة اللي هي إيه؟ تعدنا دي، وتذرون الآخرة، تترك الآخرة، تبتعمل لدي بس. كلا بل تحبون العاجلة. خنساء استشهد لها 4 أولاد في القادسية، وفي الجاهلية قبل أن تسلم مات أخوها صخر، ملأت الدنيا نواحا وأشعارا من أعظم الأشعار في الرثاء. عاوز تعرف الرثاء وتقف على أشعار الرثاء، خش على الخنساء في رثائها لصخر أخيها. شوف بعد ما أسلمت ودخل الإيمان في قلبها وجاءها خبر استشهاد أولادها، قالت: ماذا صنع الجيش؟ قال: ابنك فلان مات. تقول: ماذا صنع الجيش؟ جيش الإسلام عمل إيه الأول؟ عاوز اطمن. ولدك فلان مات، ماذا صنع الجيش؟ لما قالوا لها انتصر، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، واسال الله ان يجمعني بهم في الفردوس الاعلى. تريد ان تسال فقط عن موقف المسلمين في المعركه دي. قلوب تعلقت بربها، تعلقت بالاخره، ما تعلقت بالدنيا. فالقضية عند الناس حب العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة،
والله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هنديله، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف. فالعاجلة هي الحياة الدنيا، فربنا تبارك وتعالى يبين للخلق: إن العلة فيكم يا من تنكرون البعث أنكم تحبون العاجلة وتريدون أن تنطلقوا فيها بغير قيود. ونقول لهم: إن الله عندما قيد حركتك في الكون وقيد حريتك قيد حرية الآخرين عنك أيضا، فلو أطلق لك أن تزني بمن تشاء إذن سيطلق للآخرين أن يزنوا بعرضك، لكن هو حرم عليك أعراض الناس وحرم الناس جميعا من انتهاك عرضك. يبقى القضية عاوزك يعني تفهمها كده، إن هذا التشريع هو الحق. لما قال لك لو سرقت أموال الناس هقطع إيدك، ده ما قالش الأمر ده ليك أنت لوحدك، ده هو أيضا منع الآخرين من الاعتداء على مالك، وقال للمليارات من البشر: إنكم لو سرقتم مال فلان هقطع إيدكم. يبقى هو لما منع إيدك أنت أو هدد بقطع إيدك يدك لو اعتديت على مال الآخرين، فبرضو صان مالك من أيادي الملايين، مش كده؟ يبقى لما بيقيد حريتك من فعل المعصية وانطلاق شهواتك بيقيد حرية الآخرين أيضا عن فعل المعصية بك. يستقيم الكون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدي معاني لابد أن تفهمها جيدا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تتركون الآخرة. ويقول أيضا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. عاوزين نجيب ملائكة لتعبدنا ليلا ونهارا ولا تأتي معصية من واحد منهم لفعلنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو قهرهم على توحيده ما وجد أبدا مشرك ولا عاصي. فإذا العلة عندكم أنكم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. واسمع بقى، اللي بيحب العاجلة ممكن ربنا يفتح له فيها كتير أوي. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. شوف الصنف الثاني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء لهم طلاب الدنيا وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر بعينيك واعقل بعقلك، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا تفضيل ربك، هذا ملك ربك، يؤتيه من يشاء. يبقى عايز عاجلة؟ هنعطيك عاجلة، نديك دنيا ونفتح لك فيها أوي أوي ونوسع لك واو. وبعدين ليس لك عندنا من نصيب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في إيه؟ في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. شوف الآية بقى
الشاملة عن الآيات دي كلها كمان. اسمع في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بس شوف بقى العاقبة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. شوف الآيات، وهنا بقى الآية بتاعتنا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. خلي بالكم بقى، أنا هنقلكم كده من مشهد من الدنيا للآخرة: وجوه يومئذ ناضرة، نسأل الله نجعلنا معهم، إلى ربها ناظرة. أعظم من نعيم الجنة النظر إلى وجه ربنا الكريم. شوف نعيم الجنة، أقل واحد في الجنة له 10 أمثال الدنيا، أقل واحد في الجنة اللي هو آخرهم خروجا من النار من عصاة الموحدين، من الموحدين الذين عصوا ربنا كتير جدا بس مات على توحيده، فآخرهم يخرج من الجنة، يخرج من النار، يدخل الجنة ليه فيها قد إيه؟ 10 أمثال الدنيا. ده ما فيش حد ملك الدنيا لحد النهاردة، فيش أي ملك ملك الدنيا بأسرها، فده ليه 10 أمثال الدنيا. ده الملك بتاعه في الجنة، ده مين؟ ده آخرهم دخولا. فكيف بأهل الفردوس الأعلى؟ فأعظم من ذلك كله أن يكشف ربنا تبارك وتعالى عن نور وجهه الكريم ويقول: واليوم يحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الموحدين المؤمنين الأتقياء في الجنة سنرى ربنا، وجاء في يوم كده ما فيهوش سحاب والقمر 14، وقال لهم: سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التم. هل تضامون في رؤيته؟ هتشوفوا ربكم زي ما بتشوفوا القمر كده في ليلة ايه 14، ليس دونه سحاب ولا غمام. وطبعا هنا احنا قلنا التشبيه تشبيه رؤية برؤية في الوضوح، لكن ليس مرئي بمرئي، فربنا ليس كالقمر، ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى. يبقى في الوضوح سنرى ربنا كما نرى القمر في وضوحه في ليلة 14، وما فيش قدامه لا سحابة ولا غيم ولا أي شيء منه. وفسر علماؤنا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربنا الكريم. وقال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في أهل الكفر، فقالوا بمفهوم المخالفة، فأهل التوحيد من الذين عملوا الصالحات لا يحجبون عن النظر إلى وجه ربهم الكريم. إذن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة. نضرة يا أخي، ده أنت بيبان على وجهك، من العلامات اللي تظهر على الوجه علامات الفرح وعلامات الحزن. تتشوف واحد كده تقول له: مالك مهموم كده وشكلك مش هو؟ والله يا أخي الود عربية ضربته، ولا الود مش عارف إيه، ولا البنت أحصل لها إيه، ولا مرات عاوزة عملية. الهم اللي بيهمك بيبان على وشك، تيجي كده ما شاء الله، ايه مالك كده وشك يعني من الفرحة الدم هينط منه، في ايه؟ الواد نجح الحمد لله جاب 99، هيدخل طب. البنت ما شاء الله اتقدم لها ولد كويس، ولد صالح. اذا اي نعمة بيرزق الله بها يظهر أثرها على وجهك، فكيف بالنظر إلى منزل النعم؟ فكيف برب النعم كلها عندما تنظر إليه؟ كيف لا تنظر وتتنظر الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة
إلى ربها ناظرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وجوهنا ناظرة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، ولكم إن شاء الله في الأحد القادم.